السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، وفيديونا هاليوم يلقاكم كامل هنيين ومتهنيين. نصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلوات والسلام. اليوم راح نشارك معكم تحضيرات الدخول المدرسي، يعني من تحضيرات الولادة رحت ديركت لتحضيرات الدخول المدرسي لولدي، كما يعرفوا متتبعاتي الوفيات اللي نرحب بهم دائما وابدا. وثاني ما ننساش نرحب بالمتتبعات الجدد ولا زائرات الجدد، نقول لكم شرفتوا ونورتوا القناة، مرحبا بكم في قناتكم وقناتنا المتواضعة. متتبعات الوفيات على بالهم بلي راني مع تحضيرات الولادة، بصح درت بوز ورحت ديركت نوجد كيما قلت لكم وليدي للدخول المدرسي، يعني لازم نوجد له كلش على ضربة واحدة باش هكا اذا حان الحين ما نخليش روحي ولا ولدي هكاك بلا لوازم الدخول المدرسي. و يعني حتى وما كانش الدخول المدرسي، نهاية تاع الصيف وبداية تاع الخريف راح تكون تغيير في المناخ، تغيير في الجو، يعني من سخانة حيبدأ شوي البرود، هذيك النسمة لازم الكسوة تكون مغايرة على الكسوة تاع الصيف على الأقل حاجة وحدة مع قشو تاع العيد الصغير، هذاك هو يبدل فيهم ما بيدر تحت أنايا. والحمد لله سهلها لي ربي سبحانه، هذا النهار كل شيء جاني عندي وكل شيء جاني سهل. الحانوت اللي نقصده نلقى عنده شيء اللي حبيته، لخاطر انا اصلا الحوانت اللي نشري من عندهم باينين، نحب ديما نبدا بهم هما الاولين باش نشوف واش كان واش ما كانش، ونشوف لما لقيتش لا طاي اللي نحوس عليها ولا لي موديل اللي نحوس عليهم، ساعه هذيك نروح نقصد حوانت اخرين. قبل ما نشارك معكم واش شريت واش وجدت له، راح نروح قبل نوجدوا حاجه للقهيوه. دركا ساي الاولاد راح يرجعوا للقرايه، نوضوا نوجدوا لهم حاجه مع فطور تاع الصباح ولا قهوه تاع العشيه كي يخرجوا من ليكول. نشارك معكم هذا الوصفه اللي راح تكون غير بالسميد، يعني مره على مره نضربوا على الفانيله نلقاوها بح. هاي نوجدوا حاجه بسميد، راح ندير لمبسس تاع المقله، يعني كاين تاع الطاجين اللي يطيب على الطاجين كيما البراش، وكاين تاع المقله اللي يطيب يعني يجي في الزيت ويتعسل كيما اللي راح نديرو دركا بالضبط. نعطيكم المقادير تاعو بسرعه ونخلي لكم ثاني الرابط تاع الفيديو بالتفصيل في صندوق الوصف. واش درت كمقادير؟ درت 3 كيسان تاع سميد حرش ونص كاس تاع سميد رطب، بكاس ناقص شويه تاع الزيت، تقدروا ديروه تميلونجيو بين الزيت والسمن ولا زبده والسمن كيما تحبوا نتوما. وثاني كيله تاع الماء حتى هي تكون مزيج بينها وبين المزهر، درت معها شويه تاع الملح وشويه تاع السكر باش تعطينا هذيك التحميره. ومعها ثاني على راس المغرف بيكربونات. الدور تاع البيكربونات هي انه ما تخليش هذا اللمبسس يدير الحريق، يعني كاين الناس اللي تاكل ما تاكل عادي جدا، بصح كاين الناس اللي تاكل هذا الحلويات المقليه المعسله دير لها الحريق. جربوا هذا لاستيس مع اي حلوه تتقلى، ديروا على راس المغرف بيكربونات وردوا لي الخبر، يعني هذاك الحريق ما راحش يدور بكم خلاص وما تسمعوش به طول. حكمت حليت العجينه تاعي كيما شفتوا، حكمت بسستها بيدي، يعني اسم على مسمى، بسستها مليح بيديا. ومن بعد بديت نجمعها كيما المقروض، يعني ما عجنتها ما والو، جمعتها برك، حليتها كيما راكم تشوفوا وطبعتها. هنايا راح تطبعوا كيما تحبوا، يعني تحبي تحليها شكل مربع ومن بعد تحكمي تقصيها مربعات صغار، ولا كيما البراج براجات هكا بالموس، تطبعيها بالطبع كيما حبيتي، وما تخليها تريح ما والو، يعني اطبعي وروحي توجدي كيما انايا هنايا طبعتها، ورحت وجدت الزيت حطيته خليته يسخن، وجدت ثاني العسل. هذه هي المده تاع الراحه، يعني ما تهمش انك تمدي لها وقت ولا لا لا. وكل عاده والعوايد دائما نخليو هكا مورسو صغير من الشيء اللي راح نقليوه ونجربو نتستيو به الزيت، يعني نجربو بها الزيت نشوفو السخونيه تاعها مليحه مش مليحه، قاويه عليها النار ماهيش قاويه. هنايا النار راهي هذيك هي. بالنسبه للعسل، العسل كيما شفتو من الباطه، من البطاطا تاعها ديريكت لهذاك الريسيبيون، ما تسخنوه ما والو. بعد ما سخن لي الزيت كيما شفتو، حكمت هزيت نهز لمبسس تاعي نحطو في المقلة عادي خلاص. المهم هنا كي تحطي لمبسس تاعك ما تبقايش تحركي فيه وتعاودي بالفرشاطة، هي كي تكون الوصفة نتاعك ناجحة 100% ولا 1000000%، علاش تقعدي تقلبي فيها ما يهمش، مي كم مبتدئة ما تبقايش تخربي فيه بالفرشيطة هكا باش ينجح لك وما يتفتح لكش في وسط المقلة. هاكم تشوفوا هنايا كيفاش راهي الوصفة ناجحة 1000000%. كيما قلت لكم اللي عجبتها الوصفة
ما عليك غير تشوفي الرابط في صندوق الوصف وطبقي هذا لا ريسيت وردي لي طراش الخبر. نبدلو شويه، يعني مرات نديرو حلويات هكا جافه، مرات نديرو بريوش، ومرات نروحو ثاني الوصفات التقليديه تاعنا. هذا مسمن، هذا سورتو كسره الرخساس. انا كسره الرخساس من عشاقها مع الحليب، اي سورتو في الشتاء. في الشتاء مع ريحه الرخساس مع ريحه القهوه، واحد الميلونج وحده لا يقاوم. عندنا بزاف كما قلت لكم، سواء وصفات عصريه ولا تقليديه نقدروا نديروها مع الحليب. كاين اللي تكون شويه هكا تشد اليد، كاينه اللي سهله مهله كما هذا المبسس ساهل خلاص، يعني ما تقولوش راهو يشد الوقت ولا يتعب ولا تنوضي على وقفه كما يقولوا على وقفه مع الطابله تاعك ولا البوطاجي، يلا امحريه شكليه وحطيه يتقلى وجديه مع القهوه، سواء ليك انتيا ولا الضياف. ميم كي يجيوك ضيافه وتبغي تزيدي حاجه زياده على كاش ما درتي مسكوته ولا هذاك هو. كيما شفتوا درت شكلين، يعني الشكل الاول درته دائره عادي، والشكل هذا درته شكل ورده. قلت لكم تقدروا ديروهم ضياف وتطبعوهم هكا بشكل يكون باهي، ديروهم اوفال ولا ورده ولا كيما تحبوا نتوما. ومن العسل، من الزيت ديريكت للعسل، العسل ماني مسخناته ما والو، يعني هذا المبسس هو هكاك من المقله ديريكت في العسل راح يتشرب لك للقلب. ما تقوليش دوكا ما يتعسلش مليح ولا يجي معسل غير من برا، لا يتعسل حتى للداخل. واذا حبيتي مثلا تكملي تقليهم كامل ومن بعد تسخني الزيت ثاني وتشربيهم كيما حبيتي. انا هنايا حكمت حطيتهم ديريكت في العسل تشربوا، ومن بعد تحبي تزيدي تسقيهم ثاني كي تحبي تقدميهم سواء العائله تاعك ولا ضيافك، تقدري تزيدي تسقيهم من فوق بالعسل. هامليك من بعد كي يدفى ولا كي يبردوا كيفاش يولي الشكل تاعهم. يعني اذا حبيتي تعسليهم المره الثانيه تقدري تعسليهم المره الثانيه، يعني ما نشتيش الحاجه اللي تكون حلوه بزاف ولا معسله بزاف. وكما قلت لكم على وقفه وجدت هذا المبسس عندي شحال، مانيش مطليه في وليداتي وفي زوج تاعي كيما ماما الفا دائما هكا نوجد حاجه، سواء نبكر الصباح نديرها للفطور وتبقى لي منها قهوه العشيه، ولا نديرها لقهوه العشيه وتبقى لي الفطور. هذيك السهره تاع الخميس ثاني برديتها خلاص راحت في ذاك الشيء. عندي شحال الامورات هذو طول كي نوض نديرهم كيما نقولوا نديرهم فوق القلب، يعني حتى يجي وليداتي ويدوموندي ولا راجلي يقول لي عندك شحال ما درتيناش هذيك الحاجه، نولي نفورسي على روحي وسورتو نحشم على روحي ونوض ندير لهم حويجه هكا للحليب. في وقت القرايه كنت نوض نتحتم اني نوض نوجد لهم اللومجه، مي في لي فاكونس نقول يلاه ما عليهش دوك ندير لهم. وليت شغل نعول كلش واجد، يعني يا اما يجيب راجلي الكاطو هكا انواع تاع الكاطو كيما نقولوا تاع لوزين، ولا كرواسون حوايج اللي واجدين من برا. وسورتو كي ولادي وزوج تاعي والفوا انهم يلقاو ديما حاجه هكا اللي يفوتوها مع الحليب. والحليب ثاني ما تقدريش تشربيه وحده، يعني كي تشربيه وحده شغل شربتي كاس تاع ماها وخلاص ما يدير لك حتى حاجه. هنا الاولاد كيما تشوفوا راهم ينعتوا لكم في البسس تاع ماماهم، قال لكم شوفوا النتيجه النهائيه. كيما قلت لكم هذا ما عسلتهمش بزاف، اللي تحب ومعسل بزاف بزاف للقلب تخليه يطول في العسل، ولا تخليه حتى يبرد ومن بعد تعاود تعسله. ودركا راح نشارك معكم واش شريت الريسلان للدخول المدرسي. نبدا لكم بهذا المحفظه، في شحال عندي ما قلتش محفظه. هذه المحفظه اللي كنت خيرتها مع المقلمه تاعها باش نختصروا على رواحنا، وفي نفس الوقت عجبني. يعني هذا الكارطابل جاني شغل صحيح شويه، ومن ظهر جاي مريح، يعني كي يلبسوه راح يجيه مريح وما فيهش كثره الجياب. ما نشتيش الكارطابل اللي فيه بزاف لي بوش لداخل ولا مقسوم بزاف، هذا الجيب البراني هكا اللمجه ولا الحوايج الالوان ولا العجين، يعني عنده المهم عنده واش نحط فيه. وهذوك الجياب تاع برا باينه، وثاني واش تحط فيه قرعه ولا القورده ولا. ومن الداخل هاكم تشوفوا فيه هذا البارتي اللي تتحط فيه اللوحه، انا نحبها بزاف للوحه ولا للحافظه اللي تحطوا فيها هذوك الاوراق تاع فروض امتحانات، مع انه سنه اولى ما عندهمش الفروض مي يعطيهم الواجبات. وبالنسبه للطابليات، الطابليات كاين انواع واشكال والاسعار تختلف، يعني من 50,000 حتى لتقريبا قريب 200,000. انا خيرت هذا الطابليات،
شريت له وحدة اللي جاية سومونش يعني يلبسهم في زوج باش يبدل بيهم في نفس الوقت، وحدة تاع صيف وحدة تاع شتاء، وزيد الذرعين تاعهم حلولين يعني هنايا هذه تاع سومونش عريضة مام لو كان نلبسها له في الشتاء ولا في الخريف الربيع مع هذوك التريكوات اللي يكونوا شوية خشان راح تساعدوا في اللبسة ما تحشروش يعني في الكتاف تاعو. وهذه تاع ليمونش منها باش تبروتيجي له التريكواتو، يعني تعرفوا الاولاد شحال يتحككوا هكا على الطوابل الحوايج ما يبقاوش حوايجهم نظاف. وثاني مليحه للشتا كيما قلت لكم. المهم في زوج يعني يتلبسوا في الفصول كيما كانوا لخاطر جايين عراض. وبالنسبه لللبسه شريت له لبسه وحده كيما قلت لكم، المهم منها كسوات على غونتري. وكما قلت لكم في البدايه تاع الفيديو تبديله ثانيه لخاطر عنده تبديله تاع ولا كسوه تاع العيد صغير قعدت هكاك جديده ومازال تجيه يبدل بيناتهم حتى نشوفوا الجو، يعني يا اما نزيد له تبديله واحده اخرى يا اما نكسي فرد خطره للشتاء. راكم يعني تعرفوا الاولاد سورتو الاول، يعني الطفل الاول ولا الطفله الاولى لازم كل بيريود بكسوتها سواء العيد سواء الفصول لازم وضروري. والثاني لكان كان نفس الجنس، يعني عندك طفل وجاك وراه طفل ولا عندك طفله وجات وراها طفله كي تتهناي يعني ديما يكون عنده سورتو الاولاد اللي يستحضوا هاكي تلقاي واش تلبسي هاكي منعتي. لا كان عندك الاول طفل والثاني العكس ها الثانيه كي تباصي. هذه هي الكسوه اللي شيتها له كيما شفتوا تريكو جاي بليمونش جاي شويه مقطن لداخل، يعني حاجه تاع خريف تاع ربيع ماشي تاع شتاء مي مليحه مع الدخول المدرسي هذاك هو، يعني اكيد راح يدخلوا في الخريف. وحتى لا كان مازال زعما ما تبدلش الجو مليح راح يدخل الخريف راح يدخل حيتبدل الجو حيتبدل، يعني باش تشري حاجه تاع صيف يلبسها على نهارين ولا على سمانه ولا سمانتين ما تصلحش. وكملت له هذا الباسكات مع تقيشرات وكيما يقولوا يلبسوا ويقطعوا وليداتنا ان شاء الله بالصحه ولهنا. وربي يحفظ الوالدين اهم حاجه، يعني الوالدين هم اللي راهم تعبين في كلش، تعبين في التربيه في المصاريف في التخمام في المسؤوليه في كلش. ربي يقدر الوالدين كامل يا ربي. وهنا يا نكون وصلنا نهاية فيديونا هاليوم، إن شاء الله يكون يعجبكم. وطبعا راح نكمل معكم كامل الفيديوهات اللي راكم حابينهم واللي راكم متشوقين ليهم واللي راكم تسنوا فيهم إن شاء الله. برك كيما نقولوا نشد حيلي ونرجع معكم بإذن الله كيما كنت، وراح نشارككم بزاف روتينات اللي تحبوهم. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم في أمان الله.